اللهم صل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار. ذكريات مواليد أهل البيت وذكريات استشهاد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تقام، إلا ذكرى واحدة بقيت بعد مرور أكثر من 12 قرنا، بقيت ذكرى مغمورة. الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم. في خصوص مولد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، التواريخ تذكر أنه كانت الولادة في منطقة الأبواء، وهي منطقة بين مكة والمدينة، أقرب إلى المدينة تقريبا في وسط الطريق أو ثلثين الطريق من بعد مكة، وأن الولادة كانت سنة 128 للهجرة، بعض المصادر تقول 129 وفي البعض الآخر 127. ورد في الحديث عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا من نهر محبتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. ومن أهم صفات الشيعي المنتمي لأهل البيت الموالي لهم أن يحزن لأحزانهم ويفرح لفرحهم. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لسيدتنا ومولاتنا حميدة المصفات صلوات الله وسلامه عليها. إذا رجعنا إلى الروايات، فإن الروايات تدل على أن ولادة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كانت في شهر ذي الحجة. في كتاب دلائل الإمامة لمحمد بن جرير بن رستم الطبري، في أول دلائل الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، ينقل عن الإمام الحسن بن علي الثاني أي الحسن العسكري عليه السلام أن الإمام الكاظم ولد في الأبواء في شهر ذي الحجة، يصرح أنه كانت الولادة في شهر ذي الحجة سنة 127 للهجرة. عز وجل سيهب لك هذه الليلة غلاما سيدا. هذه الذكرى مولد الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما، هذه الذكرى بقيت بعد مرور أكثر من 12 قرنا على مولده الشريف بقيت مغمورة لا تحيا. البعض يحيي هذه الذكرى في وقت غير مناسب وبقول ضعيف، البعض يحيي هذه الذكرى في صفر، القول ضعيف جدا كما ذكره المحققون، والوقت غير مناسب. بما أن صفر مملوء بالأحزان ويصادف شهادة الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قد غيبت هذه المناسبة السعيدة التي ينبغي الفرح فيها. على كل، هناك مساحة من أداء حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في غير هذه الليلة بالذات أو هذا اليوم، وهو الرواية الأخرى المروية عن الدلائل ابن جرير الطبري في دلائل الإمام. بعض المؤمنين كان عندهم سؤال يطرحون أنه كيف نكون في مثل شهر صفر ممن يظهر الفرح كأن ما نقدر، وأجواء شهر صفر شهر عزاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، من جهة بين عاشوراء وبين 40 اللي عند بعض المؤمنين وفي بعض البلدان هالفترة كلها فترة عزاء وفترة المجالس وإظهار العزاء، إظهار إقامة مآتم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ثم يوم السابع من شهر صفر، على الرواية اللي يؤخذ بها في كثير من المجامع الشيعية استشهاد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، هو جهة ثالثة أن هذه الأيام أيام مصيبة أهل البيت في الشام، كيف يفرح الإنسان ونحن في زيارة عاشوراء نقول: وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين. وهم قد فرحوا في الشام، يعني فرحهم الأساسي الأصلي كان في الشام بمجيء السبايا. فبصورة عامة كيف أصلا كأن النفس ما تقبل
إظهار الفرح والسرور في هذه الأيام. من الأمور المهمة هي أن يوافق فرحنا فرحهم وحزننا حزنهم في أفراحهم مواليدهم وفي أحزانهم وفياتهم أيام شهادتهم صلوات الله وسلامه عليه. ويضاف إلى هذه الرواية روايتان مذكورتان في كتاب المحاسن للبرقي. الرواية الأولى مذكورة في الصفحة 30 عن أبي بصير، وسندها معتبر عند من يعتمد على رواية علي بن حمزة البطائني. هذه الرواية أبو بصير يقول: كنت في السنة التي كنت حججنا مع أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، في السنة التي ولد فيها الإمام موسى بن جعفر، يعني كانت ولادة الإمام الكاظم عليه السلام بالأبواء في الطريق ما بين مكة والمدينة، أن هذه الولادة كانت مرتبطة بموسم الحج. وهو سمي موسى بن عمران الكليم، وهو وصي ووصي أهبائي الطيبين. ذهن الشيعي، ذوق الشيعي ما يقبل هذا الشيء في شهر صفر. فبحمد الله جماعة من المؤمنين حتى من العلماء بحثوا عن أنه هل هناك رواية ثانية؟ طبعا الحمد لله رواية موجودة. الرواية الثانية مروية أيضا في كتاب المحاسن البرقي عن منهال القصاب، أيضا يقول أنه أدرك ولادة الإمام الكاظم عليه السلام في منطقة الأبواء، وأن ذلك كان حين عودته من مكة إلى المدينة، وهذا يفيد أن الولادة كانت بعد موسم الحج في طريق العودة، يعني في شهر ذي الحجة، ولكن ليس قبل الحج بل بعد موسم الحج. واضح أن هذه رواية ثانية، يعني لا تقبل الرواية تأويلا حتى يقول أحد مقصود من ذي الحجة شهر صفر، أي تأويل. فإذا رواية ثانية، فحصلنا رواية ثانية. خب، فإذا قولين، إذا صار قولين بدو الأمر نقدر نقول بأن الرواية رواية ذي الحجة راجحة، فيها رجحان على تلك الرواية. لماذا؟ لأن تلك الرواية فيه وذلك النقل في شهر صفر، وما نقدر احنا نظهر فرح في شهر صفر، فإذا نأخذ برواية ذي الحجة. لماذا هذا الإحياء لا يستبدل بإحياء في وقت مناسب وبقول أقوى من ذلك القول؟ هناك قول في مولد الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام في ربيع الاحتفالات في شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة ربيع الاحتفالات المرتبطة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الذكريات الكثيرة في شهر ذي الحجة. وهناك قول أقوى من ذلك القول، وفي وقت هو مناسب للاحتفالات، مناسب لذكريات مواليد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الأسبوع أو الثمانية أيام المرتبطة بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من اليوم 18 إلى اليوم 25، ذكرى ميلاد الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام في النصف من شهر ذي الحجة. هذه الأيام المباركة، الأيام المرتبطة بذكريات أفراح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في هذه الأيام هناك قول بمولد الإمام موسى بن جعفر وليس أضعف من ذلك القول، وهذه الفرصة فرصة جيدة. شيعة الأبرار لابد أن يحيون ذكرى ميلاد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في هذه المناسبة أداء للحق، كما أنهم يؤدون حق الصديقة الشهيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه في مصابها وشهادتها في روايات مختلفة ومتعددة، فيها القوي وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها المشهور وفيها غير المشهور، هي إجمالا كما أحصاها بعض المحققين 10 أقوال. هذا لما حتى يؤدون حق الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في مصابها وفي شهادتها. ومن حق الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه على الشيعة أن يحيون يوم ميلاده على القول الآخر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأهل البيت كانوا هكذا، بعد الأعمال يرجعون. فإذا يرجع، فإن كان السفر يعني في الرجوع من شهر من موسم الحج ومناسك الحج،
يكون بعد 13 ذي الحجة الإمام سلام الله عليه رجع. إذا رجع من بعد 13 من ذي الحجة، إيش قد الفاصلة بين مكة والمدينة؟ فاصلة الآن بالباص 4 ساعات، لكن سابق بعد على حسب اختيار الشخص. إذا كان مستعجل كما أنه في سيد الشهداء مولانا أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام، موجود في التاريخ أن خروجه من المدينة في 28 من ذي الحجة ووصوله إلى مكة في 3 من شهر شعبان، يعني 5 أيام، 5 أيام من المدينة إلى مكة. هناك روايات تصرح بأن بعض الأئمة هذه المسافة كانوا يأتون في 20 يوم، 22 يوم. فإذا إحنا عندنا روايتين، رواية 5 أيام ورواية 22، فواضح أن 22 يوم إمام كان متقصد بالبطء وعدم السرعة. وإذا ما حسبنا الفترة التقريبية ما بين انتهاء الأعمال وما يكون عادة الحجاج في الحج في مكة يبقون ثم بعد ذلك ينتقلون، فإن الموعد التقريبي للولادة سيكون ما بين 20 إلى 23 ذي الحجة. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طيبين الطاهرين، وهو وصي جدي رسول. بناء على رواية دلائل الطبري رضوان الله عليه، الطبري دلائل الإمامة، بناء على هذه الرواية لولادة الإمام في ذي الحجة ورجوع الإمام الصادق من الحج، جمع بين هذين الأمرين يعطينا كمدلول ومفهوم لهذه الأدلة وهذه الأمور أن الإمام ولد في 10 الأخيرة، 10 الأواخر من شهر ذي الحجة. لا نرضى، الكلمة الأخيرة التي أقولها، لا نرضى أن تبقى هذه الذكرى مغمورة بعد اليوم. قال سيدي ومولاي يومتى يكون ذلك؟ قال فجر هذه الليلة إن شاء الله تعالى. فخرت لله ساجدة شكرا. يوفقنا لأن نراعي حرمة شهر محرم وصفر إن شاء الله، ويعيننا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بإقامة هذه المناسبة إن شاء الله في شهر ذي الحجة، حتى المؤمنين أكثر يستفيدون من بركات هذه المناسبة العظيمة ببركة الإمام موسى بن جعفر، ووفقنا الله وإياكم بحق محمد. قد وضوها توجهت إلى محراب ربها كما هو عادتها وديدنها صلوات الله وسلامه عليها، فقامت تسبح الله وتقدسه. إلى بغداد الشعري قد ترجل، وفي أعتاب سيده تذلل، بباب أبي الرضا يجدو بود، وفي ميلاده قلبي تغزل، بباب أبي الرضا يجدو بود، وفي ميلاده قلبي تغزل. أبو السلطان باب الله يؤتى، ليشفي كل ذي مرض معلل. مني أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، أقول فلننطلق من منطلق أحيو أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، فلنحيي هذه المناسبة ونجعلها مناسبة في كل عام، أنه نعقد كما نعقد العزاء في استشهاده، يجب أن نسلط الضوء على ولادة للكاظم اللي لزهت هاي المسية، نهني علي حامل حمى وامه زكية، نهني علي حامل حمى وامه زكية. أسعد الله أيامكم ولياليكم بهذه الذكرى العطرة لمولد الإمام الهمام قاضي الحاجات سيدي الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله بمقامه أن يتقبل منا وإياكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا مر بعينك يضيج الفضاء اقصد الكاظم وحلفه بالرضا قول قول يا موسى بن جعفر بالشدد شوف همك والحزين والحزين يمن قضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وأيامنا بمناسبة ميلاد باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بخطه وبتضحياته سلام الله عليه. قضى الله حوائجكم جميعا. يا ربي يا ديان بجاه الزكية وصل سلام اليوم للكاظمية. يا ربي يا ديان بجاه الزكية وصل سلام اليوم للكاظمية. أسعد الله أيامكم بمناسبة ميلاد كريم آل البيت، حشرنا الله معهم في الدنيا وفي الآخرة. تحياتي. فبينما المولاتنا كذلك وإذا بحجاب من نور نزل من عرش الجليل جل وعلا. بمناسبة مرور ذكرى ولادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، أقول مولاي كم من حاجات لدينا نريدك أن تقضيها لنا يا مولاي، وكما يقول الشاعر: لذ واستجر متوسلا، لذ واستجر متوسلا، لذ واستجر متوسلا، إن ضاق أمرك أو تعسر بأبي الرضا جد الجود محمد موسى بن جعفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كاظم عترة الهادي عسله يقضي حاجة الجاتة عسله، عسى يزول الشقا عنه، عسى يزول الشقا عنه، عسلها عسله من قلوب التحب موسى خليه. أسعد الله أيامنا وأيامكم بمناسبة ميلاد راهب آل محمد سلام الله عليه موسى بن جعفر روحي له الفداء. وأشكر قناة شبيهة فاطمة على هذه البادرة إلى الإمام سلام الله عليه. كل عام وأنتم بخير. أنا البغداد شبشوقي ولا هان يمنجي شاني ولا هان إلى شوقي ابن جعفر ولا هان وله إيه جيت مراد ما أسعد الله أيامنا وأيامكم بمناسبة ميلاد الإمام الكاظم روحي فداه. يا باب الحوائج يا موسى
أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. كل عام وأنتم بخير، وسعد الله أيامنا وأيامكم بمولد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. موسى بن جعفر أنا يمك أشعر بالأمان، جلسة باب المراد تساوي جلسات الزمان. يا ولي نعم أجيلك من يخالفني الزمان، أدري ما ترجع شفوفي يا نهار ينبع حنان. أقصد الباب أقدم عين أسيلة، غير بن جعفر فلا عندي وسيلة. ببلادي سيدي موسى بن جعفر، أسأل الله يا تحيات وسلامي للكاظمية، للكاظمية. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكر مولدي الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. من دهانك الدهر يوما بماضلين، وأنزلت في واد من الهول مخاطرين، وحاقت بك الأهوال من كل جانب، عليك بباب الله، عليك بباب الله موسى بن جعفر. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ميلاد كاظم الغير مولانا موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. لا تنسى بذ مولود موسى بن جعفر، باكر باكر بيوم الضيج والشده يحضر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي الزهراء محمد وعلى اله اجمعين. مبارك علينا وعليكم ذكرى ولاده راهب بني هاشم الامام الهمام الكاظم عليه السلام. وطبعا نشكر قناه شبيهه فاطم على هذه المبادره الاولى من نوعها، ونشد على ايدي خطبائنا الكرام وكذلك شعرائنا الكرام والرواديد لاحياء مثل هكذا مناسبات. ان شاء الله تكون مبادره خير ان شاء الله، واسعد الله ايامكم وكل عام وانتم بخير، ونتمنى لكم الفرح والسرور بمثل هكذا مناسبات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور نزل من عرش الجليل جل وعلا، حجب يا مولاتنا عن عيون الحاضرات ما ارتفع ذلك الحجاب الا وانوار الامام باب الحوائج موسى بن جعفر. الف الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل يا ربي على جميع الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين، ولي الله، فاطمة الزهراء حجة الله، بمحمد نبي عبد الله سبطي رسول الله، الأئمة المعصومين حجج الله على باغضهم، ألا في لعنة الله والملائكة.